الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قلنا هذا الدرس الرابع، وبعد فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس كتاب إرشاد طلاب الحقائق للشيخ الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النواوي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. المسألة الثامنة، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قلنا في درس سابق الشيخ إذا أطلق في هذا الفن من المراد به؟ ابن الصلاة. أحسنتم. قال الشيخ رحمه الله: إذا وجدنا فيما يروى من الأجزاء وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجد لأحد من الأئمة المعتمدين نصا على صحته فلا نحكم بصحته. عندنا حديث لم يتكلم فيه أحد من الأئمة المعتبرين، قمنا بدراسة إسناده فوجدنا أن سائر رجال هذا الإسناد هم ممن رووا الصحيح، يعني هم في أعلى رتبة العدالة وأعلى رتبة الضبط، فهم رجال الصحيح، رجال الصحيح. هل يجوز لنا أن نقول بأن هذا الحديث صحيح؟ مذهب الشيخ ابن الصلاح لا يجوز، لا يجوز لنا أن نحكم على حديث بأنه صحيح أو غير ذلك. يقول في زمنه، ليه؟ قال لفقد أهلية ذلك الزمان، زمانه زمان الأئمة العظماء، قال لقد فقد العلماء في زمانه الأهلية على حكم الأحاديث، على الحكم للأحاديث بالصحة أو التضعيف أو غير ذلك. فلو كان الإمام ابن الصلاح في زماننا فماذا يكون كلامه؟ في زمانه قال لا يوجد من هو أهل، من هو كفء للحكم على الأحاديث. فما هو الحال في زماننا وقد تصدر في هذا الزمان رعاع الخلق ممن يدعون العلم وليسوا بعلماء، وليسوا بعلماء فيحكمون على هذا الحديث بأنه صحيح، على هذا الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. والطامة الكبرى أنهم يقولون حديث أخرجه البخاري وصححه الألباني. هذا أنا قرأته كثيرا، أخرجه مسلم وصححه الألباني. قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح وضعفه الألباني، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وضعفه الألباني. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. يعني كيف يستسيغ هذا الإنسان إن كان عنده ذرة علم أو فهم أن يقبل هذا الكلام؟ والمصيبة أن الألباني وغيره، أن الألباني وغيره أو نظراءه في هذا الزمان لم يتلقوا العلم عن العلماء. الألباني لو سألته من هم شيوخك الذين أخذت عنهم العلم، ليس له شيوخ. وكذلك في هذا الزمان أبو إسحاق الحويني هذا ليس له شيوخ، ما أخذ العلم عن العلماء، أخذ العلم عن الكتب. وغيره كثير ممن يعني ذاع صيتهم وانتشر ذكرهم، وللأسف الإعلام هو الذي ينشر لأولئك. فالمطلوب منا نحن طلاب العلم، مطلوب منا أن نتقن هذا العلم أحبابي، أن نتقن هذا العلم.
وأنتم من فضل الله يعني الحمد لله رب أكرمنا أن أخذنا هذا العلم أقرأناه على شيوخنا وشيوخنا قرأوا على أساتذتهم وشيوخهم هكذا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأتقنوا هذا العلم. فنرجع للحديث الآن لكلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: فقد تعذر في هذه، طبعا هذا الكلام ليس هو المذهب المعتمد، ولكن ننظر الآن إلى حرص الإمام ابن الصلاح وحرصه على أن لا يتعرض لهذا الأمر العظيم أحد من الخلق، أحد ممن يدعي أنه عالم. قال: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار السند، يعني بمجرد النظر في السند والوقوف على أحوال رواة هذا السند. يتعذر ذلك ليه؟ لأنه قال ليس هو، غيره قال، يعلل كلام الشيخ ابن الصلاح، قال: لأن في السند علل لا يقف عليها إلا الجهبذ من العلماء. الجهبذ الإمام المتقدم المتميز. وضربوا لذلك مثالا الصيرفي الذي يتعامل بالذهب والفضة والدراهم والدنانير. الصيرفي الجهبذ عندما ينظر إلى الدينار يحدد لك فيه دون أن يقوم بقياس شيء بالنظر، يحدد لك فيه قيمة الغش وقيمة الذهب الخالص، ويقول لك هذا. وأنا التقيت صراحة بشخص في قرابة بيني وبينه يتعامل بالذهب، ينظر للقطع الأثرية، ينظر يقول لك هذه عمرها 1000 عام، هذه 500 عام، 600، بالنظر فقط. وكذلك علماء الحديث الجهابذة العلماء المتقدمين ينظرون بالأسانيد فيعرفون علة قاضحة خفية، وسيأتي معنا هذا الكلام في بحث العلل على الحديث كيف يكتشفها الأئمة المتقنون لهذا الفن. فقال الشيخ: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار السند. لذلك قال العلماء: إذا أنت وقفت على حديث مثلا ودرست إسناده وتقول هذا الحديث إسناده صحيح، صحيح بهذا الإسناد، صحيح بهذا، ولا وتقول حديث صحيح، لا، إسناده صحيح. قال: فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى ما نص على صحته أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير. الآن صحيح البخاري ما أحد يستطيع أن يغير فيه، الكتب مثلا الترمذي النسائي الإمام أحمد، هذه الآن صارت مضبوطة متقنة يعني محفوظة، ما أحد يستطيع أن يأتي بحديث ليس في مسند الإمام أحمد ويقول لك هذا في مسند الإمام أحمد، ما يستطيع ذلك، أو يغير الإسناد يعبث بالإسناد، ما يستطيع هذا. يعني هذه الكتب مولانا نقلت إلينا بالحفظ، حفظها العلماء المتقنون، ولا تظن أن الأمر في زمانهم كالأمر في زماننا، يعجز الإنسان واحد منا الآن عن أن يحفظ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي أو كتاب الأذكار للإمام النووي كذلك، يعجز عن ذلك. هم كانوا يحفظون البخاري كله بأسانيده، مسلم بأسانيده، مسند الإمام أحمد في أكثر من 30,000 حديث بأسانيده، يحفظون ذلك كله في أدمغتهم في عقولهم يحفظونه. طبعا هم كانوا يحفظون ذلك لأسباب، من أهم هذه الأسباب قوة الرغبة عندهم، علو الهمة عندهم، لا يشتغلون بسفاسف الأمور أبدا. الأمر الثاني التقوى أحبابي، التقوى هي نبراس لك وداعم لك للحفظ وتمكين العلم في عقلك ورأسك. التقوى كل معصية تحدثها تنسيك مسألة حفظتها. معصية يعني ناقص علم، طاعة تقوى يعني زيادة علم. لذلك الباري ماذا قال في القرآن؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوى يساوي علم، تقوى يساوي علم وفتح من الله عز وجل. يقول سيد الشافعي في هذه المسألة: بيت أنا يندر أن أحفظ الشعر، يندر جدا أحفظ فأنسى. شكوت إلى وكيع
سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فإذا أهدي، فإذا وجدت عالما عاصيا فهذا مستدرج والعياذ بالله، هذا مستدرج، ستكون خاتمته خاتمة السوء إن لم يستعجل توبة. فأنت إن فعلت معصية لا قدر الله وازددت علما فأنت على خطر، انتبه، أنت على خطر، تب إلى الله، ارجع إلى الله، ارجع إلى الله ليحفظك الله عز وجل. اللهم احفظنا بحفظك واقلعنا برعايتك. قال: وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله رحمه الله فيه احتمال ظاهر، يعني غير موافق عليه، كأنه قال فيه نظر يعني، وينبغي أن يجوز فيه التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار بل معرفته في هذه الأعصار أمكن. يقول الشيخ الآن: بل معرفته معرفة الحكم على الأحاديث بالوقوف على الأساني في هذه الأعصار أمكن. ليه؟ قال: لتيسر طرقه. صارت الآن الطرق مكتوبة ومضبوطة أكثر مما كانت. كانت في الماضي في العصور الأولى محفوظة في الرؤوس، الآن محفوظة في الرؤوس في الصدور والسطور. صار عندنا الآن أداتان في زمانهم، أما في زماننا الآن قل من يوجد في السطور في الصدور، وكثير ما هو في السطور. إذن هذا كلام، قال والله أعلم. إذن هذا قرار كلام الشيخ الإمام النووي، كأنه يعني يعترض على كلام الإمام ابن الصلاح. وقد وافق النووي كثيرون من العلماء، منهم الحافظ ابن كثير، وكذلك الحافظ العراقي، وغيرهم في عصورهم وفي العصور التي جاء من بعدهم. نعم، وافقوا الإمام النووي في هذا الاعتراض. وأشهر من ناقش هذه المسألة واعتنى بنقض هذا الكلام الحافظ عبد الرحيم العراقي، ثم جاء من بعده كذلك تلميذه الحافظ ابن حجر، وهذه المسألة نظرا لاهتمامها، مسألة هل يجوز للعلماء أن يحكموا على حديث بالتصحيح أو التضعيف أو التحسين إذا لم يكن قد حكم على هذا الحديث إمام متقن فيما مضى، هذه المسألة نظرا لاهتمامها أثارت حفيظة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فلذلك ألف كتابا خاصا في هذه المسألة سماه التنقيح لمسألة التصحيح، وجرح في آخر المطاف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه وخرج الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه هذا التنقيح لمسألة التصحيح، خرج رأي أو مذهب ابن الصلاح تخريجا حسنا. قال في يعني في جملة المقال، جملة ما قاله الإمام السيوطي رحمه الله، قال: والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح، ولا مخالفة بينه وبين من صحح الأحاديث في عصره أو بعد عصر ابن الصلاح. هكذا هذا ما ذكره الشيخ الإمام السيوطي، ثم ذكر بعد ذلك كلاما مطولا الشيخ ابن السيوطي رحمه الله، بين فيه أنه لا معارضة بين مذهب ابن الصلاح المانع من تصحيح الأحاديث في زمانه وبين مذهب المجيزين لذلك. طبعا يعني هنا لابد أن نختم الكلام فنقول: الاحتياط
الاحتياط، وذكرت هذا قبل قليل، الاحتياط في حق ذلك الإمام الذي تصدر للحكم على الأحاديث بالتصحيح أو التحسين، ألا يطلق التصحيح والتحسين، فلا يقول حديث صحيح كما قلت قبل قليل، ولا يقول حديث حسن، وإنما يقول حديث صحيح بهذا الإسناد، حديث صحيح بهذا الإسناد، أو حديث حسن بهذا الإسناد. فهمنا هذه المسألة أحبابنا؟ هذا يعني عندما لم يخرجه أحد الأئمة، إذا وجد لدينا حديث بإسناد لم يتكلم إمام من الأئمة المعتبرين على هذا الإسناد ولم يحكم، حديث بإسناد بدون حكم. أما لو حكم على هذا الحديث إمام من الأئمة المعتبرين، يعني حديث قال، هناك أئمة عرفوا بالتساهل، وسيأتي معنى هذا الكلام، كالإمام الحاكم، كالحاكم عرف بالتساهل في التصحيح، لذلك الحافظ الذهبي جاء مستدركا عليه على كثير من الأحاديث التي حكم عنها، حكم عليها بأنها صحيحة الإسناد، بين أنها لا، هي ليست صحيحة الإسناد إنما هي ضعيفة، وسيأتي هذا الكلام معنا إن شاء الله تعالى. لذلك المنصوص عليه أنه إذا حكم على هذا الحديث إمام من الأئمة المعتبرين المعتمدين في هذا الفن كأبي داود مثلا، إذا قال حديث صحيح الإسناد انتهى، لا تأتي أنت فتتعقب الإمام أبو داود أو البخاري أو مسلم أو الترمذي أو النسائي، أولئك الأئمة الذين هم معتمدون ومعتبرون في التصحيح والتضعيف والتحسين. قال التاسعة: من أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه هكذا عندكم؟ أن يأخذ أن يأخذ من نسخة معتمدة، يعني أن يأخذ هذا الحديث من، يعني أنت الآن أردت أن تحتج لحديث، وهذا الكلام في زمان ابن الصلاح وفي زمان الإمام النووي، أما في هذه الأزمنة فهذا الموضوع قد انتهى، أردت أن تحتج بحديث من صحيح البخاري فلا تأتي إلى، وكان هناك الكتب تباع، النساخون ينسخون الكتب، فلا تأتي لأي نساخ وتأخذ كتاب البخاري هكذا وتقول هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، قال لا، لابد أن تأخذ الحديث من صحيح البخاري من نسخة معتمدة مقروءة على شيخ. كما في هذا الزمان الآن، أنت عندما تشتري كتابا مثلا تقول من الذي حققه، يعني المحقق الكتاب الذي يعلق على الكتاب كذلك له مصداقية، تشتري كتابا مثلا ما حققه زيد، وزيد مشهور بين الناس بالعلم والإتقان وإتقان إخراج الكتب، ونفس الكتاب أخرجه عمر، وعمر معروف بالتساهل، فأنت لا تشتري كتاب الذي حققه عمر، تأخذ الكتاب الذي حققه زيد، هذا هو المراد. فلا مثلا تشتري مثلا صحيح مسلم، يقول العلماء يقول لك أفضل نسخة هي النسخة التي راجعها ورقمها فؤاد عبد الباقي، هذه أفضل نسخة موجودة الآن في الأسواق. يوجد نسخة ثانية، هي نسخة الطبعة الأميرية التي اعتبرها الآن دار النهاج طبعتها النسخة الأميرية، هذه غالية الثمن. على الرغم من ذلك لما طبعوا دار المنهاج طبعت كتاب بصحيح مسلم، اعتمدوا على ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي، فأفضل نسخة تجدها أنت الآن في الأسواق هي نسخة الشيخ فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم، هي موجودة طبع دار مصطفى الباب الحلبي موجودة. مثلا تأتي لابن ماجة كذلك، أفضل نسخة تحقيق فؤاد عبد الباقي، أفضل نسخة لعلى إطلاق سنة ابن ماجة، يوجد طبعات كثيرة، ولكن أفضل هذه النسخة مثلا سنة النساء الصغرى، أفضل نسخة على الإطلاق هي غير موجودة الآن على الإطلاق، هي تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدي سنة الصغرى للنساء. هناك إذن طبعات الذي قام على إخراجها علماء من هذا الفن،
فصحيح مسلم أخرجه وفي عدد البقي كان محدثا، كان عالما بالحديث، كان عالما بالحديث. فالشيخ ماذا قال؟ قال من أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتابه فطريقه أن يأخذ بنسخة معتمدة قد قابلها هو، هو بنفسه قابلها، يعني قابلها على ثقة على حديث على نسخة مقروءة على شيخ متقن. يعني مثلا أنا فاتني أن أقرأ هذا الكتاب على الشيخ فلان، ولكن صديقي عمر قد قرأه، آتي بنسخته التي قرأها على الشيخ فلان الجهبة العالم الإمام وقد ضبطها، فأراجع نسختي أنا على نسخته المضبوطة. طبعا هذا ينبغي أن يكون أن أعلم يقين أن صديقي هذا لا يكون نائما في الدرس، لا يغيب معظم الدروس، وإنما يحضر جميع الدروس، هو جالس متيقن يسمع من الشيخ ويضبط ويعمل، فهو تلميذ نشيط. أما لو كان تلميذ يحضر بجسمه لا بعقله، هذا ضبطه غير مقبول، هذا ضبطه غير مقبول. قد قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له مع اشتهار هذه الكتب البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي، ليحصل له مع اشتهار هذه الكتب الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. كذا قال الشيخ رحمه الله هنا، وهذا محمول على الاستحباب، يعني هذا العمل وهذا التدقيق محمول على الاستحباب. ولكن أحبابي أنت كطالب علم الآن في بداياتك، إذا عودت نفسك على التدقيق والتحقيق والإتقان في نقل المعلومات والفوائد وضبطها وتحريرها ومراجعتها والتثبت منها، يمشي هذا معك سنة وعادة إلى أن تلقى الله عز وجل، فتعرف بين الناس بين طلاب العلم من العلماء بالمدقق بالمحقق بالمتقن. أما إذا اعتدت أن تأخذ الفوائد هكذا من أينما تأتي وتروي كيفما كان دون تثبت، فتعرف بين الناس وبين العلماء وبين أقرانك بالمتساهل. فأنت الآن تبني لنفسك الحكم الذي سيحكم عليك به في قادم الأيام، فاعتد أن تكون مدققا متقنا محققا. يعني مثلا في عنا في عن النت مجموعة الشاملة، معروفة تعرفونها الشاملة، مكتب الشاملة، تدخل إليها مثلا، وهذا حصل معي كثيرا كثيرا. يعني من أيام كنت أنا أراجع حديث أبحث عنه فيها في البخاري، أنا أعرف الحديث موجود في البخاري، ف بحثت عنه الذي وضع هذه الشاملة نص البخاري، وضع قبل الفعل ولا يفعل ذلك، وفي البخاري رجعت الناس للطوعة الأميرية كلمة لا غير موجودة، تغير الحكم كله. فلو أني صعدت المنبر على فرض وأتيت بهذا الحديث وقلت ولا يفعل ذلك، حديث في البخاري، يأتي أدنى طالب علم مدقق محقق يقول أنت أخطأت، كيف تقول ولا يفعل ذلك؟ البخاري ليست هذه روايته. فانظر، فأنت لا تأخذ العلم من أي. وأنا رجعت كثير كثير بعض الذين حققوا الكتب يذكرون أخرجه البخاري مثلا ويذكرون أرقاما إلى آخره، نرجع إلى صحيح البخاري لا نجد اللفظ هذا، ولكن في الشاملة موجود نفس اللفظ، أنه اعتمد على الشاملة. هي هذه المكتبة تيسر لك ولكن لا يعتمد عليها. أنت كطالب علم مدقق محقق لا تعتمد عليها، ارجع للأصول التي أخذت منها هذه المكتبة. فهمنا أحبابي؟ هذا ما ينبغي أن تراعيه أنت كطالب علم في بداياته، يصبح هذا ديدنا لك وعادة لك. أنت عندما تقرأ مثلا، يعني هذا ما علمنا إياه يعني أشياخنا، أنا مثلا أقرأ مثلا في الكتاب، وأنت تجدون عندما نقرأ تلاحظون عندما نقرأ فتح باب العناية نجد، أقول لك هذا الكلام أقول كله من أين؟ من البحر، من العناية، نقول فتح القدير. فأنت عندما تقرأ مثلا عبارة كتاب، وأنت عندما تقرأ الكتب يصبح لديك قدرة على التمييز بين الأساليب. فلما تقرأ لشيخ مثلا تقول هذا أسلوب الشيخ الكمال بن همام، ترجع لفتح القدير تجد الشيخ أخذ من كمال بن همام. هذا أسلوب الشيخ البابرتي، يصبح عندك دربة. هذا لا يأتي نتيجة يوم ويومين وثلاثة، أبدا، يحتاج إلى سنوات، إلى قراءة هذه الكتب أولئك العظماء المؤلفين المتقنين الضابطين، فيصبح لديك ذوق تميز كل عالم بأسلوبه. فإذا المطلوب من أحباب نحن أن نكون إن شاء الله تعالى من المتقنين المدققين المحققين. طبعا أنت عندما تدقق وتحقق
هذا لا يعني أنك تشكك بالناقل، لا، ولكن الناسخ الذي نسخ هذا الكتاب قد يكون أخطأ، لأن معظم النساخ كانوا عوام، يعني كانوا ليسوا طلاب العلم، كانوا يكتبون ويقرؤون ولكن ليسوا طلاب علم، فقد يكون أخطأ الناسخ، فيكون خطأ. لذلك نجد كثير من المحققين الذين عندهم ذوق وأدب مع العلماء يقولون لك في الحاشية تحت والصواب إسقاط لا مثلا، ولعل هذا من خطأ النساخ، يبرئون ساحة المؤلف. هذا من الأدب الذي ينبغي أن نراعيه كذلك أثناء البحث والتحقيق. قال كذا قال الشيخ رحمه الله هنا، وهذا محمول على الاستحباب، ولا يشترط تعداد النسخ وتنوع الروايات، فإن الأصل الصحيح تحصل به الثقة. وسيأتي هذا مبسوطا في آخر النوع 24 إن شاء الله تعالى. طبعا يعني أراد الشيخ بهذا الكلام أن الاحتجاج بالحديث، ملخص مراد الشيخ رحمه الله، أن الاحتجاج بالحديث والعمل به لا يتوقف على سماعه. لما هذا الشيخ ذكر هذا الكلام كله؟ أنا نقول من أراد العمل أو الاحتجاج، أنت تريد أن تعمل بهذا الحديث أو أن تحتج به، هل الاحتجاج بهذا الحديث أو العمل بهذا الحديث متوقف على سماعك هذا الحديث بإسناده من الشيخ إلى الرابي إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فلا يتوقف الاحتجاج والعمل بالحديث على سماع هذا الحديث، بل إذا صح عنده نسخة ما نقل منها تلك الأحاديث احتج بها وجاز له أن يعمل بتلك الأحاديث. حتى إن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني رحمه الله نقل الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، وقال لا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. يعني الآن أنت مثلا لم تأخذ الحديث البخاري مثلا، لم تأخذه عن الشيوخ بالسند المتصل، اشتريت نسخة معتمدة في الأسواق وبدأت تنقل وتعزو إليها. قال الشيخ إسحاق الإسفرايني هذا يجوز بالإجماع، لا يشترط لك أن تنقل هذه الأحاديث من نسخة قرأتها بالسند المتصل إلى مؤلفها. طبعا هذا الكلام شامل هذا الكلام للأحاديث ولكتب الفقه ولكتب الأصول ولكافة المصنفات، مع التحقق أن هذا الكتاب هو تأليف فلان فلان، لا يشترط أن تنقله عنه بالإسناد المتصل. وإن كان بعض علماء الحديث قالوا لا بد من نقله بالإسناد المتصل، ولكن هذا القول مردود وضعيف وغير مقبول، بعد أن حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز ذلك، على جواز نقل أو قراءة تلك الكتب بدون أو الأخذ منها والاحتجاج بما فيها دون روايتها بالإسناد المتصل. حتى أذكر أن إمام الحرمين الجويني رحمه الله قال في حق أولئك الذين يمنعون الأخذ من تلك الكتب دون أن يكون بينك وبين مصنفيها إسناد متصل، قال تلك عصبة، هكذا قال، تلك عصبة لا مبالاة بهم، يعني لا نكترث بهم وإن خالفوا. فالقول المعتمد أنه يجوز ذلك. الآن انتهى الكلام عن الحديث الصحيح، وشرع الآن الشيخ في الحديث عن الكلام الحديث الحسن. أستاذنا. نعم سيدي. في قادم الأيام إن شاء الله هل نستطيع أن نبدأ كتب الحديث مثلا 40؟ هل عندما ننتهي إن شاء الله تعالى من كتاب الأذكار إن شاء الله نجعل إن شاء الله يعني برنامجا ونقرأ ذلك بالإسناد المتصل إلى كل المؤلفين إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونقرأها قراءة يعني ليست بالقراءة بالهذرمة
وإنما نقرأ قراءة هادئة يعني مع الوقوف على بعض المعاني المفردات فقط يعني، وإن شاء الله يكون ذلك، إن شاء الله يكون ذلك إن شاء الله. قال النوع الثاني الحسن، وفيه مسائل. الأولى، المسألة الأولى في حده يعني في تعريف الحديث الحسن. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام، عند أهل الحديث يعني صحيح وحسن وضعيف. فالحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، واشتهر رجاله. أول شيء قال ما عرف مخرجه، فلما قال ما عرف مخرجه خرج بذلك، خرج بذلك الحديث المنقطع، الحديث المنقطع، وكذلك خرج بذلك حديث المدلس، حديث المدلس. إيه نعم. فالحسن إذا ما عرف مخرجه، قلنا خرج بقوله ما عرف مخرجه الحديث المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه. قال وعليه مدار أكثر الحديث، وعليه وعلى الحديث الحسن أكثر مدار أكثر الحديث، لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الحديث الصحيح، غالب الأحاديث. قال وهو أي الحديث الصحيح الحسن عفوا، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يقبله أكثر العلماء، وتستعمله الفقهاء، وتستعمله الفقهاء. قال هو الذي يقبله أكثر العلماء، قيد بقوله أكثر العلماء لأن بعض المحدثين تشدد في هذه المسألة، فرد فرد الحديث بأي علة كانت، رد الأحاديث بأي علة كانت، سواء كانت العلة قادحة أو غير قادحة، أو غير قادحة. يعني بعض المحدثين لا يقبلونه، كما يروى ذلك مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني روي عن ابن أبي حاتم، روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال حديث حسن، فقلت هل يحتج به؟ قال لا. حديث حسن، فقلت هل يحتج به؟ قال لا. فإذا الحديث الحسن هو مقبول عند من؟ عند أكثر العلماء. خرج بذلك كما قلت طائفة من المحدثين يقولون هذا الحديث حسن ولكن لا يحتج به، لا يعمل به، يردون الأحاديث بأدنى علة سواء كانت قادحة أو غير قادحة. قال وتستعمله عامة الفقهاء. ماذا يعني تستعمله عامة الفقهاء؟ يعني يحتجون به، يعني يحتج به عامة الفقهاء. قال هذا كلام الخطابي، انتهى كلام الشيخ الخطابي في هذه المسألة. نعم مولانا. وعليه مدار أكثر الحديث، يعني الآن إذا جمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على فرض، على فرض وجدناها 100,000 حديث، يكون 80,000 منها مثلا 10,000 منها صحيح، تمام، وثلاثون 40,000 حسن والباقي ضعيف وموضوع. فمعظم الأحاديث التي المتداولة بين الفقهاء والمستشهد بها والمعمول بها والمستدل بها والمحجوج بها هي أحاديث حسنة. فالأحاديث الحسنة أكثر بكثير من الأحاديث الصحيحة. الآن نرجع للتعريف. الشيخ ماذا قال؟ قال فالحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. ثم قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. قوله وتستعمله عامة الفقهاء، قال الشيخ العراقي رحمه الله قوله
وتستعمله عمل الفقهاء هذا ليس من من حد الحسن، وإنما هي زيادة. واضح؟ ولكن الشيخ البلقيني ماذا قال؟ قال لا، هي من جملة الحد. إذن اختلف من جاء بعد الخطابي، هل قوله وتستعمله عامة الفقهاء هي من الحد أم هي زائدة؟ فالشيخ البلقيني ماذا قال؟ هي من الحد. والشيخ العراقي قال لا، هي زائدة على تعريف الحسن، وكأنه أراد أن يقول هي للإيضاح، يعني هي لإيضاح قوله الذي يقبله أكثر العلماء. من المراد بالعلماء؟ الفقهاء. كأنه هكذا أراد، كأن الشيخ العراقي أراد أن الشيخ الخطابي أراد بقوله والذي هو الذي يقبله أكثر العلماء يعني الفقهاء، هو أكثر ما يحتج به الفقهاء. وقال أبو عيسى الترمذي أنه، يعني أبو عيسى هو عن يريد، هو يتحدث عن نفسه، أنه يريد بالحسن، بالحديث الحسن، ألا يكون في إسناده من يتهم، ألا يكون في إسناده من يتهم، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحبه، ويروى من غير وجه نحبه. إذا تأملنا أحبابي كلام الترمذي رحمه الله، هذا الكلام نجد أن الترمذي رحمه الله يشرح لنا في هذا الكلام الذي ذكره، يشرح لنا اصطلاحا خاصا به، يشرح لنا الاصطلاح الحسن الخاص به الذي استعمله في كتابه الجامع سنان الترمذي، ولم يجعل الشيخ الترمذي رحمه الله هذا الكلام مصطلحا عاما لجميع المحدثين. لأنه قال أني أريد، أنا أريد بالحديث الحسن، عندما أقول حديث الحسن أريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم، وأن لا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه. إذا بين الشيخ الترمذي رحمه الله أنه يبين لنا الحديث، معنى الحديث الحسن، معنى مراده في الحديث، الحديث الحسن الذي أطلقه في كتابه السنن، ولم ينص على أن هذا هو تعريف الحسن الذي هو في عرف المحدثين. فهمنا أحبابنا؟ نعم. ويروى من غير وجه، يعني من طريق آخر، يروى من أكثر، مثلا عن ابن عمر يروى من 4 طرق، 5 طرق، من طريقين، من 3 طرق، عن ابن عمر بأساليب متعددة تتعدى طرقه. نعم. والشيخ الترمذي رحمه الله تعالى في هذا البيان الذي ذكره لنا نجده كذلك وصف الحديث الحسن بثلاثة أوصاف، وصف الحديث الحسن بثلاثة أوصاف. هي في الواقع هذه الأوصاف هي قيود، هي في الواقع هي قيود في التعريف تميزه عما عداه. القيد الأول أو الوصف الأول الذي ذكره الشيخ الترمذي قال ألا يكون في إسناده من يتهم، يعني من يتهم بالكذب، ألا يكون في إسناده متهم، يعني متهمون بالكذب. هذا القيد يخرج ماذا؟ يخرج حديث المتهم بالكذب، ويدخل في الحسن، هذا القيد يدخل في الحديث الحسن كل أو ما كان بعض رواته، ما كان بعض، انتبه، ما كان بعض رواته سيئ الحفظ، أو كذلك يدخل فيه المستور الذي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، أو كذلك ينقل، وكذلك يدخل فيه في الحديث الحسن كذلك يدخل فيه من اختلف في جرحه وتعديله، فهذا غير متهم، فهذا غير متهم. كذلك يدخل في الحسن، يدخل في هذا لما أخرج المتهم فقال، قال ألا يكون في إسناده من يتهم، يدخل في تعريف الحسن كذلك عنده المدلس،
الذي روى بالعنعنة. فأوصاف هؤلاء أوصاف كل هؤلاء نعم يصدق أوصاف هؤلاء الأشخاص يصدق على أصحابها عدم الاتهام بالكذب. فإذا الحديث الحسن عند الإمام الترمذي، المدلس أحاديثه حسنة، المستور أحاديثه حسنة، المختلف في جرحه وتعديله أحاديثه حسنة، من كان في حفظه من كان مثلا سيء الحفظ كذلك حديثه حسن. هذا كله دخل في قوله ماذا؟ في قوله ألا يكون في إسناده من يتهم. إذن هذا الكلام أطلقه الشيخ الترمذي، لم يطلقه هكذا. فهمنا أحبابنا؟ نريد أن نفهم كذلك كلام الإمام الترمذي. إذن أعيد فأقول، الشيخ الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر لنا هذا التعريف للحديث الحسن، إنما ذكر لنا تعريفا مصطلحا خاصا به، وذكر في هذا التعريف ثلاثة قيود. إذا فهمنا هذه القيود نستطيع بعد ذلك نحن أن نفهم أو أن نتدخل نوعا ما، إن كان عندنا قدرة طبعا على ذلك، في النظر بأسانيد. فإذا ما وجدنا مثلا في حديث في حديث في الترمذي بسند من الأسانيد، وجدنا رجلا اختلف في جرحه وتعديله وقال عنه السيوطي الترمذي حديث حسن، هل هذا يطعن بالشيخ الترمذي؟ لا. لما فهمنا نحن تعريفه تعريف الحديث الحسن نسلم له بالنتيجة بحكمه، واضح؟ فهو لما يحكم ويقول حديث حسن، يعني أنت الآن صار عندك عذر في البحث في هذا الإسناد. ليه؟ لاحتمال أن يوجد فيه من هو سيء الحفظ فيخرج الحديث من درجة الحسن إلى درجة الضعف. هذا متى يكون؟ إذا كنت أنت متقن لهذا الفن، عندك تربة. واضح الكلام أحبابنا؟ إذن القيد الأول قال ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. القيد الثاني ما هو؟ قال ألا يكون الحديث شاذا. ألا يكون الحديث شاذا. والذي قرأ سنن الترمذي وتتبع أحكام الترمذي على هذه الأحاديث يصل إلى نتيجة، وهي أن مراد الترمذي من الشاذ، انتبه، إلى أن مراد الترمذي من الشاذ أن يروي الثقات خلاف ما روى هذا الرابي. يقصد الترمذي بقوله الشاذ أن يروي الثقات خلاف ما يرويه هذا الرابي. فاشترطت الترمذي في الحديث الحسن أن يسلم من المعارضة، يكون بذلك شرط الإمام الترمذي في تعريف الحسن أن يسلم من المعارضة، لأن الراوي إذا خالف الثقات يكون حديثه مردودا، يكون حديثه مردودا. إذا الشيخ الترمذي لما قال أن لا يكون الحديث شاذا، يعني أن لا يكون أحد الرواة خالف الثقات في روايته. واضح الكلام أحبابنا؟ أن يروي خلاف الثقات، أن لا يروي، أن لا يكون أحد رواته قد روى هذا الحديث أو قد روى هذا الحديث مخالفا عن الثقات، مخالفا للثقات. يلا يعني المراد الترمذي من الشاذ يعني أن يروي خلافه، أن لا يروي، أو أن يروي الثقات خلافهم. هذا يعني الشاذ. أيوة. نعم. أن يروي الثقات خلاف ما روى الراوي هذا الحديث. هذا مراد الترمذي، هذا مراد الترمذي بقوله ألا يكون الحديث شاذا. هذا القيد الثاني. القيد الثالث قال الشيخ رحمه الله أن يروى من غير وجه. هذا القيد الثالث من قيود الحديث الحسن، أن يروى من غير وجه نحوه، يعني أن يروى الحديث كما قلنا، كما سأل أخوكم قبل قليل وأجبته بأن يروى الحديث من طرق أخرى، من طرق أخرى، نعم، على أن تكون هذه الطرق إما مثله أو أقوى منه، لا أن تكون دونه، إما مثله أو أقوى
منهم. نعم. لكن لا يشترط أن تكون الطرق الثانية قد روت الحديث بنفس اللفظ، بل يكتفى بأن تأتي من طريق آخر ولو بالمعنى. ولو بالمعنى. نعم. يعني ويروى من غير وجه. نحوه، نحو هذا الحديث أن يروى، هذا نحو، إذا قال نحو هذا الحديث لم يقل بلفظه، أن يروى نحو هذا الحديث من غير وجه، من طرق أخرى، من طرق أخرى، فعندها يكون الحديث حسنا. نعم. إن يروى بوجه آخر مثلا ماذا يكون؟ هي قلنا بلفظ آخر يعني، المهم أن يكون المعنى واحد، لم يشترط أن يروى من طريق آخر بنفس اللفظ، الشرط أن يروى بطريقة آخر ولو بالمعنى. هذا شرط ما يعني؟ شرط الحديث الحسن. هذا عند الآن نحن ندرس مولانا الشروط الحسن عند مين؟ عند الترمذي. أنا قلت لك قبل قليل أن الشيخ الترمذي رحمه الله لما قال يحدث عن نفسه أنه يريد الحسن بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم، وأن لا يكون شاذا، ويروى من وجه آخر نحوه، هذه ثلاث قيود. الآن ذكرت لكم، بينت لكم معنى هذه القيود الثلاثة. ليه ذكرت هذا الكلام أحبابي؟ ذكرت هذا الكلام كي نعلم أن الشيخ الترمذي رحمه الله تعالى كما قلنا قبل قليل لم يعرف الحسن تعريفا مطلقا، يعني تعريف لكل العلماء، إنه تعريف خاص به. نعم. إن روية بطرق أكثر مثلا ما الحكم إذا؟ يكون حديثا. هو قال لك يشترط حتى يكون الحديث حسنا أن يروى من طرق متعددة. من غير وجه. قلنا. ولا يدرك. ويروى من غير وجه، من غير طريق يعني، من غير طريق. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل في ضعف، الحديث الذي فيه ضعف، هذا الضعف قليل محتمل، يعني نستطيع أن يعني يتحمل هذا الضعف، قال هو الحسن، ضعف بسيط، يعني مثلا الرابي الفلان يخطئ قليلا، يخطئ أحيانا، يسهو أحيانا، هو ثقة ولكن يغفل في بعض الأحيان، هذا ضعف محمول، هذا ضعف محمول. قال بعض العلماء، قال وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل به. إذن هذه ثلاث تعاريف للحسن، الخطابي عرفه، الترمذي عرفه، وبعض المتأخرين كذلك عرف هذا التعريف. الآن ما هو موقف الشيخ ابن الصلاح من هذا الكلام كله؟ قال الشيخ رحمه الله وكل هذا مستبهم، هذه الأقوال الثلاثة هي غير واضحة وغير مفيدة في تحديد تعريف واضح للحديث الحسن، مستبهم. لذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن الصلاح، وقد اتضح لي من كلام الأئمة أن الحسن قسمان. نعم. الحديث الذي فيه ضعف قريب هنا لو فيه ضعف شديد وكما هو صار ضعيفا دخل انتقل الدرجة الثالثة، لو يكون من طريق آخر صار حسن لغيره. سيأتي معنا الآن. قريب إلى صحيح. فيه ضعف قريب، قليل يعني. ضعف قليل محتمل. وإذا يكون الضعف من أحد الطبقة. سيأتي معنا مولانا أن الضعف إذا كان شديدا، إذا قالوا مثلا فلان راويه سيء الحفظ على الإطلاق، فهذا الحديث ضعيف. فلان مثلا كثير الغفلة، حديثه ضعيف. فلان يقبل التلقين، حديثه ضعيف، يكون إذا وجد في إسناد يكون الحديث ضعيفا. التلقين يعني يقال له أنت حدثتنا هذا الحديث، يقول لا أنا لم أحدثكم، يقول له بلى قد حدثتنا، نعم حدثتكم.
هذا يقبل التلقين، يقولون له أنت أخبرتنا بذلك، يقول أنا لا أذكر أني أخبرتكم، يقول أنت أخبرتنا. وهذا تكرر منه كثيرا، فصار كما قلت لكم في بداية الدرس يصبح عادة عنده. فأنت إذا عرفت بشيء وأنت في بداية الطلاب واستمر معك هذا، تعرف به بين الناس، بين أقرانك من العلماء وطلاب العلم، تعرف بين أقرانك بهذا الأمر. فهمنا أحبابنا؟ قال: وقد اتضح لي من كلام الأئمة أن الحسن قسمان، أحدهما أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. أنا رأيي أن نقف هنا كي نقرأ الدرس القادم إن شاء الله الحسن بقسمين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار فتنا عمسها.